أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من صالون الصحة والجمال. زي ما احنا متعودين في كل حلقة بنناقش قضايا بتهم كل مواطن وبتهم كل بيت. النهاردة هنتكلم عن قضية مهمة لذوي الهمم، ذوي القدرات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأشخاص من ذوي الإعاقة. الحقيقة في كثير من القضايا والمشكلات اللي بيتعرض ليها أصحاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة هنتكلم عنها النهاردة، ومن خلال استضافتنا لضيف الحلقة هيدينا النصيحة والمعلومة وهيجاوب على كتير من الاستفسارات، وكمان هيقول لنا بعض الخطوات المهمة اللي هنعرفها من خلال حلقة النهاردة. خلونا نرحب بضيف الحلقة المهندس حسام شاكر، رئيس لجنة ذوي الهمم بمجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة من خلال حلقة النهاردة بدعو كل أصدقائنا من الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي الهمم أنهم يتابعونا النهاردة، لأن حلقة النهاردة مهمة جدا ليهم، لأن من خلال متابعتنا على الصفحات المختلفة في كتير من الناس عندهم تساؤلات، وخاصة بالمشكلات اللي بتقابلهم وكمان بالخدمات المقدمة ليهم، وخاصة خلال هذه الفترة، وفي بعض اللبس لآلية الحصول على هذه الخدمات. ولكن خلينا يعني نبدأ بحاجة باشمهندس، وهي المصطلح. يعني وأنا في بداية الحلقة ذكرت مجموعة من المسميات اللي بسمعها كتير من أشخاص قد يكونوا كمان من الأشخاص المسؤولين في الدولة، ومن الأشخاص من ذوي الإعاقات أنفسهم، اللي يعني بيحصل خلط لدى كثير من الناس. هل هم الأشخاص ذوي الإعاقات، ولا ذوي الهمم، ولا ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا ذوي القدرات الخاصة؟ فعايزين حضرتك يعني تدينا النهاردة يعني مصطلح أو تعريف حاسم لمصطلح الأشخاص من ذوي الإعاقة. طبعا أنا بشكر حضرتك، طبعا بشكر قناة الصحة والجمال على إصدارة هذا الملف، اللي هو يعتبر من الملفات اللي أنا بعتبرها تمس الأمن القومي المصري. يعني احنا بنتكلم في تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، على آخر نسبة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كنا بنتكلم في 12% و13% من عدد السكان. لو ترجمناها لأرقام فبنتكلم في حوالي 12 مليون أو 13 مليون شخص عنده إعاقة فعلا. ولو ضفنا عليه بقى الاسره وقعد فيها الاب او الام او الزوج او الزوجه، هتبص لان احنا بنتكلم في نسبه دخلنا في حوالي 50 60 مليون تقريبا، نسبه مش قليله نسبة على الهرم الديموغرافي للسكان في مصر. فطبعا الاهتمام الدوله بالملف دوت يعني ابتدى ياخد حيز التنفيذ من سنه 2014 من اول ما الدستور المصري اتعمل. بالنسبه حضرتك انت اثرت جزئيه لا الحته دي ما ينفعش نعديها يا فندم. يعني انا عايز اقول لحضرتك من فتره كبيره اعتقد من السبعينات وفي قانون للاشخاص او ذوي الاعاقه 39 سنة 79، ودايما كنا بنسمع انات وشكوى الاشخاص ذوي الاعاقه ان هم مهضوم حقهم في حتى في الحقوق اللي كفلها لهم هذا القانون. تمام. فبالفعل بناكد ان خلال الفتره الحاليه يدوبك ابتدى الاشخاص من ذوي الاعاقه يشموا نفسهم ويقولوا احنا ابتدينا ناخد مكتسباتنا. دي حقيقه. فاحنا بنثمن على جهود القياده السياسيه والدوله المصريه اللي اهتمت فعلا بهذا القطاع الكبير من النسبه الكبيره من الهرم الديموغرافي في نسبه السكان الخطيره، زي ما حضرتك ما بتقول ان دي مشكله امن قومي لارتفاع نسبتها في الهرم الديموغرافي، وخاصه ان في نسبه كبيره منها من الفئه العمريه اللي في قوه العمل. بالظبط كده. يمكن احنا بنتكلم في لو قلنا حوالي 6 بالظبط كده تقديرا حوالي 8% من النسبه اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها في فتره في سن الشباب، يعني بنتكلم من 12 سنه لحد حوالي 30 سنه. يعني مهم استثمارها. طبعا اكيد طبعا. يعني فطبعا زي ما قلت حضرتك احنا الدوله مشكوره من 2014 في الدستور، فكان تخصص 9 مواد في الدستور المصري بنص مباشر للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. اكتملت الاهتمام الدوله بسنه 2018 بصدور القانون 10 لسنه 2018 اللي اصدره سياده الرئيس لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. طب نرجع شويه كده، كان في اللي هو بقى اعلان او تاسيس المجلس القومي لشؤون الاعاقه. هو ده تنص عليه حضرتك في دستور 2012 اللي كان اتعمل ايام الاخوان، وكان اتكلم عنه كانوا خصصوا بندين بالظبط على موضوع الاشخاص ذوي الاعاقه، اللي هو انشاء المجلس القومي لشؤون الاعاقه ونسبه 5% بتاعه التعيين بتاعه الحكومه بس. يعني فكان برضو عمليه تهميش برضو مقصوده في الفئه ديت.
اتاسس المجلس القومي لشؤون العاقه على اساس يبقى من ضمن المجالس المتخصصه للدوله، المجلس الاعلى للاعلام، المجلس الاعلى للصحافه، المجلس او موضوع المجلس القومي لشؤون العاقه هو دلوقتي الجهه المسؤوله عن الاشخاص ذوي الاعاقه كمراقبه للهارموني بتاع مؤسسات الدوله، لكن مش المنوط بيه ينفذ تعليمات او قوانين. هو تنسيق وتخطيط ومتابعه ولكن ليست جهه تنفيذ، لكن هو تابع لمجلس الوزراء. بالظبط كده، لكن الوزاره اللي منوط بيها شؤون ذوي الاعاقه هي وزاره الضمان الاجتماعي. ده نقطة مهمة جدا 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 لازم نعرفها، إن في أجهزة مهمتها التنسيق والمتابعة والتخطيط، وفي أجهزة هي موجودة للتنفيذ. بالظبط كده يا فندم. هو فهو المجلس طبعا بقول لحضرتك هو يعني زي دور زي مجلس رقابي، يعني بيشوف ده بيطلع قانون يتنفذ ما تنفذش، إيه الآليات، إيه المشاكل بتواجه ذوي الإعاقة. طبعا يعني الفترة اللي فاتت دي برضو المجلس ما كانش على الوجه الأكمل لتنفيذ طموحات الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة اللي فاتت ديت، ربما الظروف في البلد الاقتصادية، ربما أسباب يعني كذا سبب أدى بتقابلوا التحديات. بتقابلوا التحديات. فنرجع لحضرتك للمسمى. المسمى طبعا هو المسمى الرسمي اللي احنا اتفقنا عليه واتفق الدول العالم عليه في اتفاقية ذوي الشخص الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008، هو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فهو ده المصطلح الرسمي الدولي اللي احنا بيتعامل معاه الأمم المتحدة والصحة والسكان ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن احنا الاتفاقية متوقع عليها بالترجمة الحرفية الأشخاص ذوي الإعاقة. أما المسميات اللي صدرت وانبثقت عن هذا الأمر فهي كلها مسميات نابعة من أو ناتجة من عملية التعاطف الإنساني مع قضية ذوي الإعاقة. طب رأي حضرتك ايه في قضية التعاطف مع الأشخاص من ذوي الإعاقة؟ والله بص حضرتك، هو أنا يعني خاصة في إطلاق المسمى، هو اللفظ في حد ذاته يعني بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة بيبص للأمر إن كلمة ذوي الإعاقة دي إن أنا شخص، أنا مش ذنبي إن أنا عندي إعاقة في رجلي أو إعاقة في عيني أو إعاقة في سمعي أو أيا كان نوع الإعاقة اللي عنده، فهو بيبص لها من ناحية إن أنا يعني أنا بقيت كده يعني زي سبة، أو زي بتدي نظرة تعاطف للناس إن أنا لازم يتعاملوا معايا بآلية معينة، بعض الناس بنظرات عينيهم بيبقى فيها إحراج. فالقصة إن هو ذوي الإعاقة دي فهو لا، بالعكس أنا بقول ذوي الإعاقة مش أنا اللي سبب الإعاقة، ده المجتمع هو اللي عمل لي الإعاقة. يعني النهاردة أنا عندي إصابة في رجلي، فالمفروض الرصيف يتعمل برامب معين أو بارتفاع معين ما يزيدش عن 15 سنتي، وده منصوص عليه في القانون بتاع ذوي الإعاقة الخاصة. بتشير إلى نقطة مهمة ولازم يعني حضرتك خبير ومن ضمن الناس اللي بتلمس المشكلة من ذوي الإعاقة، هاك تحصر لنا يعني في العصر الحالي في الوقت الحالي ايه اهم مشكلات الاشخاص ذوي الإعاقة؟ طبعا احنا هو طبعا انا يعني موضوع المشاكل، فهي المشاكل هي كتيرة، يعني انا من ضمنها حضرتك احنا الشعار كان بتاعنا اللي اتعمل في الامم المتحدة للاشخاص ذوي الإعاقة اللي هو الدمج والمشاركة والتمكين. فطبعا التلات مسميات دولت حضرتك لكل واحد منهم آلية. فاحنا في مصر هنا انا القانون لسه اللائحه التنفيذيه صادره ما بقتش سنه بالظبط، يعني داخل في حيز تنفيذ شهر اغسطس اللي فات. فمن ضمن المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها او بيتعرض لها اشخاص ذوي الاعاقه عدم وجود وسائل المواصلات، دي اول حاجه طبعا اللي هي الاتاحه مناسبه للاشخاص ذوي الاعاقه اللي عنده اعاقه في رجله او اللي عنده اعاقه سمعيه او اللي بيستخدم كرسي متحرك. فده من ضمن المشاكل اللي بتواجههم في التنقلات. المصالح الحكومية أغلبها كلها بلا استثناء مش مجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، من سواء من رمبات أو من سلالم منخفضة فيها. يمكن اللي ودي برضو الواحد بيقولها، اللي بيراعي هذا الأمر في الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة جميع المؤسسات التابعة لقوات المصالح المصرية. لازم تخش أي مكان تلاقيه متجهز برمبات أو متجهز بسلالم واطية أو متجهز بدورات مية لذوي الإعاقة. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنواجهها من ضمن الناس، ان انت ما تخش مصلحه حكوميه مش مجهزه انك تقدر تتعامل مع السلم او مع الادوار العليا. يعني مثلا تلاقي السجل المدني مثلا بتطلع له حوالي 2 أو 3 ادوار فوق، فمفيش وسيله حتى الاسانسير مش موجود. المساكن برضو بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصه الدوله برضو تنبهت الفتره الاخيره كده وابتدت تتعامل لذوي الاشخاص ذوي الاعاقه يتخصص لهم نسبه 5% من الاسكان الاجتماعي، وتخصص ان هو يكون دور ارضي ومتجهز له مدخل لوحده. فدي كانت من الحاجات اللي هي من المشاكل. يبقى احنا عندنا من المشاكل اللي بنسميها بقى مرتبطه بكود المباني والمنشات. كود المباني والمنشات هي كود الاتاحه. كود الاتاحه. نعم. يعني دي من ضمن الحاجات اللي بيعاني منها وخاصه المكفوفين. المكفوفين والاشخاص اللي عندهم اعاقه حركيه. هنستكمل مع بعض باقي المشكلات، ولكن هناخد اتصال من الاستاذ محمد. معانا استاذ محمد؟ الو، معاك
اهلا بيك، اتفضل. معاك ايه؟ معاك يا باشا. سامعك، سؤالك ايه؟ عندي مشكلة في بطاقة التموين، بقالها سنتين مش لاقي لها حل. بطاقة. عندي مشكلة في بطاقة التموين من سنتين مش لاقي لها حل. طيب، هو مبدئيا وحضرتك من الاشخاص ذوي الاعاقات؟ ايوه، تمام. وديت اوراق. اتفضل. ايوه، معاك ومعايا الباشمهندس حسام. بشهادة التأهيل، ومعايا بشهادة التأهيل. المشكلة في ايه بالظبط حضرتك يا استاذ محمد؟ كل ما اروح للتموين يقولوا لي ما فيش، المرتب عالي وما فيش اي حاجة للمعوقين. لا يا فندم، الكلام ده غير صحيح تماما. انت حضرتك بتطلع لك بطاقة تموين للاشخاص ذوي الاعاقة بغض النظر عن مستوى الدخل اللي هو بيحصل عليه الشخص المعاق، وده نص في القانون 10 سنة 2018. فاللي بيقول لحضرتك كده المعلومة ده طبعا معلومة خاطئة يعني، وانت منصوص عليها كمان، ده انت مستثنى ان انت تقدم حتى كمان مفردات دخل، انت بتقدم شهادة التأهيل. فهو ممكن بس حضرتك موضوع شهادة التأهيل دلوقتي هي اتلغت الشهادة بتاعة التأهيل، فعشان كده مش هيتعامل معاك، لكن التعامل هيبقى عن طريق كارت الخدمات المتكاملة، لأن هو ده اللي هيعترف بيه من وزارة التضامن دلوقتي. طيب، يعني نقول للأستاذ محمد مبدئيا ايه الإجراء اللي ممكن ياخده؟ هو ساكن منطقة ايه حضرتك؟ سألت على كارت الخدمات المتكاملة ما طلعليش كارت يعني. طب انت ساكن في، أستاذ محمد انت من أسيوط مش كده؟ ايوه. طيب، هو مبدئيا كده الباشمهندس حسام بيقول لحضرتك ده من حقك، يعني بيكفله لك القانون، ولكن باشمهندس بقى حسام هيقول لك الإجراءات اللي ممكن تتخذها للحصول على هذا الحق. انت حضرتك قدمت على بطاقة الخدمات المتكاملة ولا لسه ما قدمتش عليها؟ استاذ محمد، سمعنا يا استاذ محمد؟ طيب، يعني الاتصال اتقطع، وممكن يعني نجاوب على هذا الجزء، وخاصة يعني هنيجي لحتة مهمة حضرتك ذكرتها والاستاذ محمد يمكن اشار لاهميتها، وهي بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن يعني هنجيلها بعد ما حضرتك نستكمل تمام. المشكلات الموجودة الخاصة بذوي الاحتياجات. طيب، احنا اتكلمنا على الاسكان، المباني والمنشآت. المنشآت طبعا موضوع التعيين في الحكومه، طبعا حضرتك اللي هي نسبه 5%، بعض الهيئات الحكوميه ما بتفعلش النسبه ديت بالصوره الكامله، او بعض الشركات القطاع الخاص كان بيعمل تصرف مش مظبوط، ان هو بيستف العدد اللي عنده عشان خاطر لما يجي له تفتيش من مكتب العمل او من التامينات يبقى هو مستوفي نسبه 5%. فكان بيعمل حاجه يعني انا بعتبرها حاجه من نوع من انواع التحايل على القانون، ان هو يجيب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه ويعينه ويدي له مرتب مثلا 500 جنيه ويقول له اقعد في البيت ما تنزلش، بس اسمه ان هو موجود اسمه في الكشوفات العامه يعني عنده، بيستوفي النسبة. بيستوفي النسبه. فلا طبعا احنا بنقول دلوقتي دي من ضمن الحاجات اللي موجوده. مشكله التعيين ال 5% في المصالح الحكوميه، هو الموضوع دوت هو مرتبط بالسياسه العامه للدوله، بمعنى ان انت ال 5% ديت اللي هي بتاعت شؤون ذوي الاعاقه في التعيين في الحكومه من النسب اللي بيتعمل فيها اعلان، يعني لازم ينزل اعلان تعيين دفعه من المؤهلات مثلا او دفعه من العاملين في الجهاز الاداري للدوله، بيتخصص من العدد اللي مطلوب 5% من ذوي الاحتياجات الخاصه. فالوقت الحالي التعيينات مفيش تعيينات في الحكومه، فبالتالي النسبه لم تستوفى بالشكل ده. ممكن بيبقى يكون في بعض التعاقدات، ودي بتبقى حاجات تخصصيه جدا، فطبعا انا ما اقدرش الزم الجهه الاداريه ان انا اقول له حضر لي 5% من التعاقدات اللي عندك اللي هي بتكون بالامر المباشر، لان بعض الاحيان بتبقى حاجات متخصصه جدا، مثلا مثلا فني كمبيوتر. اذا كان الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه مؤهل ومعاه شهاده تاهيل للتعامل بهذه الوظيفه فعلا بيستوفي النسبه. فدي طبعا دي مشكله ناس كتير جدا بتسالنا عليها، وناس بتكلمك يا جماعه احنا معانا الشهاده ومش شغالين. طب يا جماعه احنا اصلا مفيش تعيين في الدوله. بنحاول دلوقتي ان شاء الله مع الجامعات المستثمرين على مستوى الجمهوريه كلها ان احنا نعمل حصر بالمصانع اللي موجوده والشركات على نطاق 6 اكتوبر ابتدينا، ان المصانع اللي مش مستوفيه النسبه هناخد الاعداد بتاعت الناس الموجوده عندنا، ناس من سكان المدينه معاهم شهادات تاهيل طبقا لنوع التاهيل بتاعه هنقدر نوجهه للمكان المناسب للعمل بتاعه. فدي مشكله العمل، ودي اعتقد ان احنا يعني الحل بتاعها مرتبط زي ما قلت لحضرتك بالناحيه الاقتصاديه شويه. مشكلة الصحة اللي عن الملف الصحي، طبعا ان الاشخاص ذوي الاعاقة بعض منهم بتكون عنده الاعاقة مثلا عنده زي متلازمة داون مثلا اللي هي الاعاقة الذهنية، فبيجي عند سن معين بيبتدي بعد سن تقريبا 18 سنة بتبدأ بتحصل مضاعفات للاعاقة او بيحصل نوع من الاعاقة جديدة. فطبعا احنا في مصر ما عندناش سجل او قاعده بيانات الاشخاص ذوي الاعاقه، فدي من ضمن الحاجات اللي احنا برضو من المشاكل بتبقى ايه بنواجهها، ان مفيش نستكمل مفيش قاعده سجل بيانات. قاعده بيانات يعني ما تقدرش النهارده تقول لي والله عندك
مليون شخص من متلازمة داون موجودين، 2 مليون مثلا من ذوي الاعاقه الحركيه، ما عنديش قاعده بنات تقول الكلام ده خالص. مهم وخطير جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله، ولازم نوجد له حل مع خبير زي حضرتك. ولكن بعد مداخله من الاستاذ حامد. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا استاذ حامد، عليكم الله السلام. الله يخليك يا حبيبي، كل سنه وحضرتك بألف سعاده وخير والدكتور بخير. وانت بصحه وسلامه وبخير، اتفضل. حضرتك انا كاشف من شهر 3 ما استلمتش بطاقه الخدمات المتكامله لغايه النهارده. عملت التقارير الطبية وشلل نصفي وضمور وتلاعب في الأعصاب وصوت في القدمين، ما استلمتهاش. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المشكلة التانية اللي عندي حضرتك موضوع بطاقة التموين. أنا معايا بطاقة خط، للأسف رحت النهاردة عشان أطلع بطاقة تموين، قالوا لي ما ينفعش أنت معاك بطاقة خط، فما ينفعش. أو قدمت شكوى النهاردة في الوزارة برضو، نتعشم إن مشاكلنا تتحل. ما حدش استلم بطاقة الخدمات المتكاملة غير اللي بيعملوا عربيات للاسف. يعني احنا على مستوى الجمهوريه كلها ما حدش استلم بطاقه الخدمات المتكامله. وحضرتك بتقول ان احنا نندمج في الدوله. نندمج ازاي واحنا ما استلمناش البطاقه وما حدش عارف يستلمها؟ تمام. ومش عارفين نوصل لحد نتكلم معاه. ماشي يعني احنا بنتعذب. انا واحد من الناس عشان المعاش عايز اخد بطاقه الخدمات المتكامله، مش عارف اخد معاش للاسف. هنتكلم مع الباشمهندس حسام ان شاء الله على الخدمات المتكامله، وهيدينا اجابه وافيه. وتابع من خلال الشاشه ان شاء الله تلاقي الاجابه يا استاذ حامد. شكرا لاتصالك. ناخد اتصال من خضرة من الشرقيه. ايوه السلام عليكم. اهلا استاذه خضرة. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم استاذه ثانيه؟ تمام اتفضلي، بس نعلي صوتنا شويه. ايوه مع حضرتك مدام خضرة من الزقازيق. معايا حضرتك اللي هي شهاده تاهيل 5%، ومعايا بطاقه الخدمات المتكامله استلمتها من شهر 7 السنه اللي فاتت، 7/2019، واللي عندي دلوقتي مش عارفه استعملها في ايه. كل ما اروح يقول لي تروح المستشفى بيها او تشتكي بيها حاجات من دي، فكل ما اروح اي مستشفى يقول لي ما ينفعش، يعني الحاجه المكنه اللي بتدخل فيها او كده مش موجوده. تمام. يعني الاستاذه خضرة معاها البطاقه ولكن مش عارفه تستفيد بيها ازاي. شكرا لاتصالك استاذه خضرة، ان شاء الله نجاوب على سؤالك. نرجع تاني يا باشمهندس ونقول الصحه والمشكلات الصحيه. طبعا احنا زي ما قلنا حضرتك، احنا ما فيش قاعده بيانات زي ما احنا قلنا ديت تقدر تحصر العدد الاجمالي الموجود وتبقى لنوع كل اعاقه فيها قد ايه من الاعداد. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي احنا من المشكلات ان احنا برضو توجد لها في القانون الجديد، ان احنا الزام لوزاره الصحه انها تعمل قاعده بيانات للاشخاص ذوي الاعاقه، ويبقى لكل شخص معاق عنده سجل طبي الكتروني، يعني يبقى معروف عنده نوع الاعاقه ايه، عنده مثلا شلل اطفال، عنده اعاقه ذهنيه، مثلا كان عنده باتري مثلا في رجل من او اي طرف من اطراف الحركه او الايدين، نظير مثلا حصل له اصابه سكر بعد كده، يعني يتطور الاعاقه، حصل باتري في جزء ثاني بعد كده لا قدر الله. فالمفروض ان هو هيتعمل الملف ده. طبعا انا بتكلم برضو بقول احنا هل الملف ده او قاعده البيانات دي هتكون وفقا للتعريف اللي في القانون؟ طبعا وفقا، يعني لان احيانا برضو بنلاقي موضوع الاعاقه وتحديدها متشعب احيانا بتدخل فيها الصرع، واحيانا او انت حضرتك انت خدتني جزئيه ثانيه دوت بنتكلم فيها. طيب هو بص حضرتك، احنا الملف طبعا لما هيتعمل دوت، احنا طبعا هنخش كده على انواع الاعاقات المستحقه للاستفاده من القانون. الملف الطبي اللي هيتعمل دوت، احنا النهارده احنا القانون اشهر لسنه 2018 اضاف للاشخاص ذوي الاعاقه فئات ما كانتش موجوده اساسا من ضمن الفئات اللي كانت موجوده، زي الاقزام وزي امراض القلب وامراض الدم. الامراض المزمنه. الامراض المزمنه اللي بصوره بتاثر على المجهود العضلي او البدني للجسم، فالنهارده المشرع اعتبرها من ضمن الحاجات المعيقه عن الشخص يمارس حياته الطبيعيه. فكل الاعاقات دي المفروض ان هي هيطلع لها، هيصدر لها البطاقه. البطاقه دي هتبقى بطاقه ذكيه طبعا مرتبطه بكل اجهزه الدوله، يعني مفيش اي خدمه هياخدها ذوي الاعاقه الا عن طريق هذه البطاقه. فالمفروض ان احنا يعني القانون بقى له سنه بالظبط، الحيز التنفيذي بتاعه دخلنا لائحه تنفيذيه بقى لها سنه، فلسه الاجراءات برضو يعني ماشيه على وتيره بطيئه جدا، ودي يمكن مشكله احنا بنواجهها مع وزاره الصحه بالاخص. ربما تكون الاحداث اللي حصلت خلال السنه اللي فاتت، جائحه كورونا كان عطل. ولكن حضرتك بتتكلم عن حاجه يعني انا شايفها هي البدايه في التخطيط لمواجهه مشكلات ذوي الاعاقه في مصر، وهي قاعده البيانات. اكيد طبعا، ولازم يبقى فيها في جهه معنيه
يعني انشاء هذه قاعدة بيانات. قاعده البيانات، وقاعده البيانات تكون دقيقه وكمان محدثه، يعني أيوة. تتحدث اول باول عشان تدي لي بيانات نقدر نطلع منها معلومات، والمعلومات دي نقدر يعني نعمل خطط وانشطه تواجه المشكلات اللي منها. فطبعا لو ده معني بيه وزاره الصحه معموله في نص في قانون الصحه والتضامن بالتعاون مع بعض. الصحه والتضامن. طيب ناخد اتصال من الاستاذه نوره من البحيره. نور، استاذ نور من البحيره. استاذه نور، اهلا. السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. حضرتك انا عايزه اعرف لو حد عنده اعاقه في السمع يقدر يطلع معاه. تمام. الاعاقه عين ودن واحده ولا الاثنين؟ لا الاثنين. تمام، دي مرحله اولى دي حضرتك. يعني انا عايز اعرف ينفع يطلع له معاه او كده يعني. او ايه مثلا الوظايف اللي هو ممكن يشتغل؟ حاضر، نجاوب حضرتك عليها. حاضر، شكرا استاذ نور. ناخد اتصال من استاذ عصام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اوجه سؤال حضرتك؟ اتفضل يا فندم. انا ربنا كرمني ببنت عندها متلازمه داون، عندها سنه ونص. متلازمه الحب. هل من حقها بعد ما اطلع كارت الخدمات دول سياره معاقين؟ حاضر، نجاوب حضرتك. حاضر، ماشي يا استاذ عصام. شكرا لحضرتك وتابعنا من خلال الشاشه. طيب نجاوب على السؤالين دول. وفي الاخ اللي كان اتصل قبل كده بتاع التموين تقريبا. في كارت التموين. طيب هو الموضوع ان هو حضرتك بيقول له انت الدخل بتاعك عدى او الكلام ده كله، طبعا الكلام ده مش صحيح. انا ما اعرفش بتوع وزاره التموين جابوا الكلام ده منين. ده هو نص صريح ان الاشخاص ذوي الاعاقه، ولسه حتى من حوالي من اسبوع طالع منشور من وزاره التموين ان الاشخاص ذوي الاعاقه مستثنيين من موضوع الدخل. فهو بيروح بياخد، بس برضو انا ارجع اقول ان انت لازم تكون معاك بطاقه الخدمات المتكامله، هي دي السند او اثبات الشخصيه للاستحقاق من هذه الخدمات اللي بتوفرها الدوله. فانت حضرتك المفروض هتطلع البطاقه وهتوصل لمكتب التموين، هتعمل طلب لمدير المكتب هناك ان انت معاك بطاقه الخدمات المتكامله، وانت بتحصل على بطاقه التموين من بدون اي شروط خالص. يعني ما فيش اي عرض او شرط ان انت تقدر تستفيد من اصدار البطاقه من ضمن الشروط المعموله للناس ان انت مستوى الدخل او مستوى المعيشه، لا خالص، ده بدون حد اقصى كمان يعني. فانا بقول للاخ اللي هو كان اتصل عشان خد مناقشه ديت، هو يعني يصدر ياخد البطاقه المتقدمه متكامله وبعد كده يقدم لوزاره التموين هذا الامر. واحنا ان شاء الله الحاجات دي برضو احنا يعني انا هنتكلم فيها مع المسؤولين الخاصين بالشؤون الخاصه بالتموين مع وزاره التضامن، ان احنا نعمل زي ورشه عمل ما بينهم بحيث نذلل هذه المشاكل اللي الناس بتواجهها ونعرف الناس، لان في ناس كتير جدا من الموظفين ما يعرفوش القانون اساسا يعني. ده الاستاذ حامد كان من حلوان، يا رب يكون الباشمهندس جاوب على سؤالك. عندنا نوره وعندنا مدام خضره. نوره كانت بتتكلم على الإعاقة السمعية والوظائف المتاحة ليها. طيب هي الإعاقة السمعية المفروض اللي هي لما بيكون الودنين ما بتسمعش بيهم، يعني إعاقة سمعية كاملة، فهي المفروض مرحلة التسجيل في المرحلة الوقت الحالي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، الوزارة شغالة فيها. فهي بتسجل على موقع وزارة التضامن عن طريق تقرير طبي بتجيبه من مستشفى حكومي معتمد بختم النسر، وبترفع الملفات ديت على الموقع. لا، اجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. وبعد كده يعني الوظائف، اغلبية الوظائف اللي بيشتغلوا فيها بتبقى عملية كلها عملية كتابية بحتة، إدارية بحتة طبعا. بس طبعا انا كنوع التوظيف اللي انا هقدر اقول لك عليه كنوع الوظيفة ده هيرجع للتقييم الوظيفي اللي هيتعمل في مكتب التأهيل الاجتماعي اللي انت تابع عليه. يعني هو بيوجهوا بعض الأسئلة للشخص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة او الشخص المعاق، بيقدر هو يحطه في الكادر الوظيفي اللي مناسب ليه. فانا ما اقدرش اقول لك النهارده ايه الوظيفة المناسبة طبقا لكلام انا سامعه او سؤال، لا ده بيبقى ليها تقييم وبناء عليه بيتوجه الشخص بيبقى معاه شهادة التأهيل هيشتغل في ايه، الاعمال اللي يقدر يقوم بيها ايه. فدي هترجع بيها حضرتك لمكتب التأهيل برضو ان انت تسألي ايه الاعمال اللي ممكن تقدري عن طريق الشهاده اللي معاك تشتغلي بيها يعني. طيب هناخد اتصال من ام عباده ونستكمل الاجابه على الاستاذه خضره والاستاذ عصام ان شاء الله. ام عباده معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا عليكم. بيك. اهلا بيك. عليكم السلام. عندي والله ابني عن 33 سنه ومعاه شهاده 5%. ايوه. وعنده عين مكشوفش بيها ومعاه خمسه شهاده 5% ودايخ على سوق المشلاج ومعاه 3 اولاد والله. مشكله التعيين والعمل.
شكرا على اتصالكم وعبادة، تابعينا من خلال الشاشة بإذن الله تعالى. نرجع لمدام خضرة، وإزاي تستفيد من بطاقة الخدمات، هي استخرجتها وكل ما تروح مكان مش عارفة يعني تستخدمها إزاي. طيب، هو مبدئيا هي بطاقة الخدمات المتكاملة، أنا قلت يمكن إحنا محتاجين بعض البرامج التوعوية عن طريق الإعلام، نقدر يعني نتواصل مع بعض الموظفين في الجهاز الدولة ما عرفوش إيه هو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وإيه الحقوق المنصوص عليها. هي محتاجه بس الاول اللي احنا يعني زي ما احنا شغالين في الوقت الحالي، وانا عن نفسي متبني هذا الامر، انا بحاول اوصل ان انا يبقى في حلقات اعلاميه مع الاعلام بحيث ان احنا نعرف الناس سواء اللي هيستفيد او الجهه اللي هتقدم الخدمه لذوي الاعاقه ان في قانون ولائحه تنفيذيه وان شاء الله تتحل هذه المشاكل. البطاقه لو هي صادت لحضرتك انت الفتره اللي جايه ان شاء الله، لو حصل اي اعلان للاسكان الاجتماعي اللي بتعمله الدوله، ممكن حضرتك تقدمي على شقه من شقق الاسكان الاجتماعي عن طريق البطاقه ديت. لو حابه ان انت الظروف الماديه عندك متيسره انك تجيبي اي وسيله انتقال انت حباها، عربيه هتجيبيها طبعا معفيه من الجمارك تماما ولا هتدفعي جنيه واحد فيها. يعني الحاجه الثالثه ان احنا النهارده لو عند حضرتك حد متوفى وليه معاش، ممكن تحصلي على المعاش بتاعه طالما انت لو انت مش متزوجه، مع الجمع ما بين يعني لو انت شغاله وفي معاش موجود لحد من احد الاقارب الدرجه الاولى موجودين معاكي، هتقدري تجمعي المرتب والمعاش بدون حد اقصى، ده في حاله ان حضرتك غير متزوجه. يمكن دول حتى. طبعا في حاجه ثالثه اللي هي الاعفاء على ضريبه الدخل بنسبه 50% لو انت شغاله برضو، بتقدم لجهه العمل عندك صوره الكارنيه بتاع الخدمات المتكامله، واحنا في منشور راح لكل المصالح الحكوميه والشركات الخاصه ان اشخاص ذوي الاعاقه عندهم اعفاء من ضريبه الدخل بنسبه 50%. حاجه اخيره برضو ازيدك منها، لو انت هتعملي مشروع تجاري او مشروع استثماري باي من اي من انواع المشاريع الخاصه، بتاخدي اعفاء ضريبي منها بناء على هذه البطاقه اللي صادره لحضرتك. اعتقد ان الحاجات دي كلها في المتناول، يعني تقدري حضرتك بقى تميزي نفسك بتختاري الخدمه المتوافقه مع ظروفك في الوقت الحالي. فده يمكن من التي تقدري تستفيدي منها، او الناس كلها تستفيد من البطاقه بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه دوت. ده يعني حاجات ممتازه، ولكن فعلا ينقصنا المعرفه، والمعرفه قوه، وكل من الشخص ذوي الاعاقه ومقدمي الخدمات مهم جدا يعرفوا قانون الاشخاص ذوي الاعاقه. ناخد اتصال من استاذ خالد. الو. ايوه استاذ خالد اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت عاوز اسال، انا كنت قدمت على الشقه بتاعت الاعاقه بتاعت الحالات القاسيه سنه 2006. طب وطي التلفزيون يا استاذ خالد عشان نعرف نسمعك. ماشي. 2006. ايوه اتفضل. اتفضل. أيوة اتفضل معانا. كنت قدمت 2006 بتوع الاعاقه دي، ولغايه دلوقتي ما استلمتش الشقه في محافظه القاهره. انت قدمت ولسه ما استلمتش لحد دلوقتي من 2006؟ قدمت من 2006 ولغايه دلوقتي ما استلمتش، وعملوا لي البحث وكله وخلص كله. ده مش تابع للاسكان الاجتماعي؟ طبعا محافظه. طبعا محافظه. ما هو الحالات القاسيه حضرتك. اللي هو احنا معوقين برضه. طيب. طبعا المعوقين. حضرتك هتساله حاجه يا استاذ؟ لا انا هقول لك، بس هي طبعا الشقق بتاعت الاسكان تبع المحافظه هي ما لهاش علاقه باللي احنا بنتكلم، احنا بنتكلم على الشقق اللي بتعملها وزاره الاسكان. شكرا. وتابع معانا يا استاذ خالد من خلال الشاشه. هو انا بس عايز ارد عليه، قال له ان حضرتك انت تقدر في انت محافظه القاهره، فالمحافظه بتعمل شقق طبقا للاولويات اللي عندها سواء الحالات القاسيه ديت، فما بنطبقش عليها القانون بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة قانون 10، القانون بيبقى المنوط به وزارة الإسكان في شقق الإسكان الاجتماعي، إنما شقق اللي بتعملها المحافظة ديت ما أقدرش ألزم المحافظة اللي تبقى من الترتيبات اللي عندها. لأن هي بتدرسها على حسب أولوياتها. بالظبط كده، عنده هو بناء ماشي عليها. بيدي الفئات اللي هو شايف إن هو بناء على أولوياته، مثلا الحالة دي لا تستحق، فبالتالي بيحطه في الويتنج بقى لحد ما يرجعها شوية. شكرا يا استاذ خالد. هناخد كمان، كان الاستاذ عصام بيقول عنده بنت عندها داون سيندروم، فبيسال على هل من حقه الحصول على السياره طيب يعني انا برضو بعض في حاجه برضو هقولها للناس، يمكن الناس حاجه لسه جديده مصادره من حوالي من اسبوعين كده، ان طلع منشور من وزاره التضامن ووزاره الصحه ان جميع المستفيدين من القانون 10 سنه 2018 يحق لهم شراء سيارة مجهزة مع فيم الجمارك.
بمعنى ان احنا الاول كان الموضوع بينحصر في الاعاقه الحركيه وبعض الاعاقات اللي هي زي البتر والفشله النصفي عن طريق تجهيزات معينه في العربيه. طبعا كان فيها نوع من انواع التمييز دلوقتي حتى ما بين اشخاص ذوي الاعاقه، فكان المكفوفين مش من حقه ان هو يقدر يستخدم عربيه مجهزه معفيه من الجمارك. لا، النهارده القانون غطى هذه الميزه لكل الاشخاص ذوي الاعاقه ان هو يقدر يجيب عربيه للاستخدام الشخصي. بالنسبه للمتلازمه وبالنسبه للكفيف، وين حضرتك بتكشف وبتسجل في الموقع بتاع وزاره الصحه بيتكتب الشخص القريب بالدرجه الاولى اللي هيقوم بقياده العربيه، لان ده هيطلع في نفس التقرير وهيطلع في رخصه العربيه. فطبعا بالتاكيد لازم من حقها بيبقى متلازمه داون ليهم في العربيات المجهزه. امتياز جميل. والمكفوفين نفس الكلام، نفس القصه برضو. والاقزام يعني هم دول كانوا الفئات اللي كانت مستثناه من حصول على العربيه. لا، النهارده احنا قلنا ما فيش تمييز لاي فئه في فئات المجتمع، فالنهارده ذوي الاعاقه الاولى بعمليه عدم التمييز ديت. ناخد اتصال من الاستاذ عبد الله. الو، اهلا بيك استاذ عبد الله. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك، اتفضل. والله انا عندي كنت موظف وطالع بنسبه عجز من الشغل، وعملت استبدال من معاش والدي معاش استثنائي، وقبضته سنه ورحت ثاني سنه جدد لغولي الموضوع ده. انا عندي عجز جزئي مستديم في دراعي اليمين وفي ظهري، عامل عمليه الغضروف. فهو الكوميسيون لما كشف عليا قال لا يستحق، وانا معايا شهاده تاهيل بتقول ان انا راجل من ذوي الاعاقه، ومعايا قرار طالع به من الشغل ان انا معاق. فمش عارف هو لغالي ان انا اخد معاش والدي ليه. تمام. كنت عايز استفسر بس من الباشمهندس حضرتك اعمل ايه في الموضوع ده؟ حاضر، من عينيا ان شاء الله. باشمهندس قبضت سنه يعني ان شاء الله. ماشي يا فندم، ان شاء الله تابع معانا الباشمهندس هيرد على حضرتك. ناخد اتصال تاني. استاذ بسيوني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. لو سمحت يا فندم، الله يخليك، أهلا بحضرتك. اتفضل. والله لو سمحت أنا عندي مشكلة كبيرة. اتفضل. أنا معوق وقعيد ومريض، ماشي. فأنا جوزت بنتين، وعلشان خاطر ظروفي المادية عملت قرض من بنك ناصر، البنك الأهلي ما رضاش يعمل لي قرض عشان معاق. فطبعا بعد اجراءات طويله وبهدله ما نقولكش عن بهدله البهدلتين، وفي الاخر جبت قرض من بنك ناصر. فتره السماح اللي قال عليها السيد الرئيس الست شهور. طب يعني المشكله فين بالظبط يا استاذ بسيوني؟ انقطع الاتصال، حاول اتصال تاني يا استاذ بسيوني. نرجع للاستاذ عبد الله، وكان بيقول نسبه العجز ومعاه يعني شهاده بتقول ان هو معاق وخد معاش وبعد كده انقطع. هو الفتره الاجواء جميع المعاشات بتاعت الاشخاص ذوي الاعاقه الفتره اللي فاتت ديت بيحصل نوع من انواع تحديث البيانات عشان خاطر تتوائم مع الكارنيه بتاع الخدمات المتكامله، فاغلبيتها توقفت يعني. بس الاخ اللي اتصل للاستاذ عبد الله انا بقول له دلوقتي حضرتك تقدر تعمل تقرير طبي وتسجل على الموقع عشان تلغي موضوع شهاده التاهيل دي، اتلغت خلاص من شهر 3 اللي فات، بقى لها سنه تقريبا دلوقتي، بقى الاستخدام كله على الكارنيه الخدمات المتكامله. فهو يقدر يخش على الموقع بتاع الوزاره يعمل تقرير طبي زي ما احنا اتفقنا قبل كده قلنا من مستشفى حكومي مختوم، ويسجل بياناته على الموقع بتاع الوزاره، ويقدر يعني بعد كده ان شاء الله ياخد ميعاد للكشف وهيطلع له الكارنيه. فعن طريق الكارنيه ده هيبتدي بعد كده كل المميزات اللي كان بياخدها هترجع بس تدريجي، لان احنا قلنا هيبقى في ازدواجيه ما بين الكارنيه وبين شهاده التاهيل وبين كارت المعاش، فكلها النهارده اتجمعت بقت في الكارت الخدمات المتكامله. فبالتالي كل اللي كان بيحصل على معاش في الفتره اللي فاتت ديت من اشخاص ذوي الاعاقه، اولا طبعا في تحديث بيانات عشان نعرف المستحق من غير المستحق، اللي هو خط الفقر بيتقال عليه المنصوص عليه في القانون، وفي نفس الوقت زي ما قلنا عشان خاطر يبقى توحيد الاجراء كله في الكارنيه. وهل الاستاذ عبد الله لو عمل الكارنيه هل من حقه ياخد المعاش باثر رجعي يسترد، ولا هيبقى من بدايه حصوله على كارت الخدمات المتكاملة؟ لا، هو احنا بس حكايه الاثر الرجعي ديت بتبقى بيرجع لها، بتبقى نوع من انواع القضايا اللي بتترفع في مجلس الدوله عشان يقدر يستردها، لكن مفيش الزام في القانون ان هو ياخد المعاش بتاعه باثر رجعي الا في حاله واحده بس، اللي هو الجمع ما بين المعاش والمرتب اللي نص عليه القانون. ده اللي ان شاء الله هيتاخد باثر رجعي من تاريخ صدور القانون من شهر فبراير 2018، ده اللي هيقدر يجمع ما بين المعاش والمرتب، يعني هيطلع الجواب بتاع الجمع بين المعاش والمرتب هياخد المعاش من خلال الفتره الزمنيه دي كلها باثر رجعي.
انما المعاش اللي انقطع ده لسبب من الاسباب ما اقدرش طبعا، ده بيبقى بحكم قضائي بيرفع قضيه. يعني ده هيبقى مشكله تانية بقضيه بالظبط كده، لكن مش الزام على مش مفيش الزام في القانون ان هو المعاش اتقطع ان هو ياخده باثر رجعي، لا مفيش الكلام ده خالص يعني. طيب هناخد يعني جزئيه بقى خاصه بام عباده والاستاذ بسيوني، وهي مرتبطه ب يعني مشاكل بقى الظروف الاقتصاديه الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه. يعني الاستاذ بسيوني كان بيتكلم ان هو بيعاني من بعض الامراض وقعيد والظروف الاقتصاديه وخد قرض، وطبعا الاتصال انقطع ما عرفناش ايه المشكله بالظبط، ولكن واضح انه يعني في مشكله او تعثر في سداد الاقساط. وعندنا ام عباده ابنها عنده 33 سنه ومعاه شهاده 5% وعنده اعاقه بصريه ومعاه اولاد، ولكن برضه ظروف العمل بالنسبه له صعبه. وفي نفس الوقت عايزين حضرتك برضه نلقي الضوء على المرأة المعاقة ذوي الإعاقة المتزوجة. نعم. يعني إزاي القانون بيتناول المشكلات دي؟ طيب هو بص يعني حضرتك خلينا نتفق برضو على موضوع شهادة التأهيل 5% ديت. أنا زي ما احنا وضحنا في أول الحلقة أو في أول الكلام إن احنا مرتبطين بالخطة التعيينات اللي بتعملها الدولة بالنسبة للأشخاص بالنسبة بالتعيين في الوظائف الحكومية بشكل عام يعني. فهو نسبة ال 5% مرتبطة بنزول إعلان عن حكومي عن وظائف خالية أو شغرة. طبعا أنا معرفش الظروف المنطقة اللي هو ساكن فيها إيه، أو هل في جنب منه مصانع أو جنب منه شركات أو حاجة يقدر يقدم على وظيفة طبقا لنوع الإعاقة، لأن طبعا إحنا زي ما قلنا الإعاقة البصرية ليها وظائف محددة، فهل هي هتتلائم مع الشركات الموجودة عنده في المنطقة اللي هو ساكن فيها أو في المحافظة اللي ساكن فيها، ولا هيضطر ينتظر لما ينزل اعلان لوظائف حكوميه. فموضوع التعيين دوت انا ما اقدرش ان انا اقول لك او اقدر الزم الدوله ان انا لازم اعين الشخص طالما معاه شهاده تاهيل بنسبه 5%، ده مش الزام على الدوله الا في حاله توافر وظائف خاليه في الجهاز الاداري للدوله. فده بس عشان تبقى الامور واضحه للناس، لان احنا بنتكلم في مشكله عامه، القانون التعيين من الوظائف التي تعلن عنها الدوله. فاحنا مرتبطين زي ما قلت حضرتك بالخطه الاقتصاديه وخطه التعيينات. طيب يعني واحنا بنتكلم على المشكلات بقى اللي بتقابل الاشخاص ذوي الاعاقه، اتكلمنا عن المباني والمنشات، اتكلمنا عن الصحه، المشاركه السياسيه. طبعا كويس حضرتك انت واحنا داخلين كمان على يذكر يعني انتخابات تمام غرفه هامه من غرف البرلمانيه. طبعا واحنا طبعا هنرد نفسنا تاني لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في المشاركه السياسيه بالدستور المصري في 2014 انصف ذوي الاحتياجات الخاصه في هذا الشق، وقال ان من حق الشخص المعاق او ذوي الاعاقه ان هو يمارس. عايزين واحد مفهوم بقى حتى لا احنا هنتكلم هو الشخص اللي هو الاعاقه ذوي الاعاقه، هنقول احنا ذوي الاعاقه الاشخاص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في المشاركه السياسيه في الاحزاب وفي النقابات وفي الاتحادات العماليه، فده نص صراحه في الدستور المصري في القانون 10 سنه 2018، والدستور اقر ان الاشخاص ذوي الاعاقه ممثلين في اي قوائم انتخابيه بنسبه على حسب القائمه على حسب العدد الموجود فيها. فلازم دلوقتي اي قائمه انتخابيه بتنزل سواء بقى كانت في النوادي او سواء في المجالس النيابيه مجلس النواب، فلازم يكون مخصص فيها نسبه للاشخاص ذوي الاعاقه بتتحدد على حسب نوع القائمه اللي موجوده. فطبعا انا دلوقتي احنا ان شاء الله داخلين على استحقاق الدستوري في انتخابات مجلس الشيوخ ان شاء الله يوم الثلاثاء والاربعاء اللي جايين. فطبعا هو مفيش نسبه محدده لذوي الاعاقه في مجلس الشيوخ، لاحظ ان هو مجلس ما بيميزش مفيش نوع من انواع التمييزات، او ان هو مجلس استشاري للحكماء هيصدر بعض القوانين او يشارك في اصدار القوانين. فانا بس بدعو اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه وبالاخص من سكان مدينه 6 اكتوبر ان شاء الله ان احنا مجلس الامناء موفر باصات مجانيه من الميادين الرئاسيه في المدينه للمقر الانتخابيه بتاعتنا. دعوه مهمه بقى لاثبات الدور والمشاركه بالظبط كده. فبندعوهم ان احنا ان شاء الله لسه النهارده كان عندنا زي خطة عمل ازاي هنتعامل مع الاستحقاق الدستوري المقبل عليه الدوله ان شاء الله. ففي مواصلات عامه للاشخاص ذوي الاعاقه هتبقى من الميادين الرئاسيه لكل المقر الانتخابيه. تم تجهيز كل المقار الانتخابيه بوسائل اتاحه زي عجل زي
حد يعني سبل الاتاحه عشان خاطر يقدر يخش اماكن كمان يبسط. الصناديق يعني مش في اماكن مرتفعه خالص. هو طبعا هو الشخص ذو الاعاقه بيخش طبعا عن طريق اثبات الشخصيه اللي موجود معاه. طبعا رئيس اللجنه معالي المستشار اللي موجود المشرف على اللجنه طبعا بيقيم موضوع الاعاقه اللي جاي له. مثلا لو بصريه بيخش معاه مرافق يعني في نوع من انواع التيسيرات. عنده اعاقه حركيه مثلا بتوفر له كرسي متحرك فبيبقى في الدور الارضي. فانا بدعوهم من جماعه ده استحقاق انتخابي واحنا صورتنا قدام العالم يعني وعايزين نشوف بقى يعني نشوف حجمنا وقوتنا بالظبط عشان نطالب بمزيد من الحقوق ونخلي بطاقه الخدمات المتكامله توفر كثير من الخدمات ان شاء الله. ناخد اتصال من مدام نجلاء. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا بيكي. اهلا بيك. لو سمحت من فضلك انا كنت عايزه اسال. انا كنت بطلع كارنيه الخدمات المتكامله لابنه وهو كفيل. رحت مكتب التاهيل قالوا لي عايزين نموذج رقم واحد لائحه 191 لسنه 2020 ده بدل التقرير المختوم بختم النت. فانا رحت المستشفيات الحكومه كلها عين شمس الدمرداش لفيت عليهم كلهم ما لقيتش النموذج ده موجود. فانا دلوقتي مش قادره اطلع الكارنيه تماما. فهل اقدر اعرف النموذج ده بيتجاب منين واعمل ايه علشان رقم النموذج كام؟ معلش نموذج واحد. نموذج واحد لسنه 2020 ولا نموذج واحد لائحه 191 لسنه 2020. طيب ماشي تمام. فانا لفيت صراحه المستشفيات كلها قالوا لي ما عندناش النموذج ده. طيب شكرا. وحددوا لي كمان اللي هو سعره 170 جنيه. سعره كمان 170 جنيه. طيب تابع معانا ان شاء الله باشمهندس حسام يجاوب على حضرتك. يعني انا اعتقد ان في القضيه دي باشمهندس حسام لازم يبقى في جهه معنيه يا وزاره التضامن يا المجلس انها تعمل نشره موحده المطلوبه بالمستندات والاجراءات للحصول على الكارت وتوزع وتعمم على مستوى في كتاب دوري بقى على مستوى الجمهوريه كلها. عشان انا شايف ان تقريبا يعني وزاره التضامن محدده التواصل عن طريق الموقع والاجراءات بتاعته تيسيرا وتخفيفا على الاشخاص ذوي الاعاقه. ولكن انا شايف ناس بتروح يعني في ازدواجيه في طرق يعني الحصول على الخدمه. فتعقيب حضرتك. والله بص طبعا انا اول مره اسمع عن النموذج دوت. لان هو تقريبا 2020 91 لا هو حضرتك احنا اللي احنا متفقين عليه واللي الوزاره محدداه وزاره التضامن لموضوع التسجيل للحصول على البطاقه. انت حضرتك بتخش على الموقع معاك تقرير بالحاله الطبيه اللي موجوده. الحاله الطبيه ده هو طبعا هو كفيف. الكفيف ده من الدرجه الاولى مرحله يعني من المراحل اللي هي تستحق التسجيل في المرحله الاولى. بيتسجل وبياخد التاريخ وبيروح على المكتب بتاع التاهيل الاجتماعي اللي تبع المحل السكن هناك. هو هناك بيطلب منه استيفاء بعض الاختبارات اللي هو شايفها في سياق اصدار البطاقه. فطبعا انا النموذج ده احنا يعني هتواصل مع وزاره التضامن مع النموذج ده هل هو متوفر في مكاتب البريد ولا متوفر في المستشفيات. وان شاء الله هنحاول في حلقه جايه ان شاء الله نقدر نوصل للمستند ده بيتباع فين وبيتوفر فين. وده يعتبر دي حاجه لسه مستجد بالنسبه لنا جدا. احنا بنشيل كتير من التكاليف على الاشخاص ذوي الاعاقه. وانا شايف 170 جنيه عشان والله يحصل على استماره. المفروض اصلا ان احنا ذوي الاعاقه في مصر بشكل عام معفيين من بعض الرسوم كتيره جدا يعني. بس طبعا في بعض المصالح الحكوميه بتبقى تربطها لوائح وقوانين ماليه. حتى السعر ده يا فندم انا عايز ارجع للمستند ده اعرف ربما يكون في فهم خاطئ عند جهه من الجهات. لكن ما افتكرش انه حاجه زي كده بالمبلغ دوت يعني ممكن يرد حضرتك لمعهد متخصص الاعاقه بصريه. فاحنا ممكن يكون بيرد حضرتك لمعهد خاص بالمكفوفين زي في معهد السمع والكلام في على اساس تاخد شهاده تحديد نسبه الاعاقه من نفس يعني. المعاهد التعليميه المتخصصه في انواع الاعاقات ديت. ناخد الاستاذ بسيوني رجع تاني في الاتصال. معلش يا فندم اتفضل كمل بقى. بس قول لي حضرتك المشكله يعني هو بنك ناصر الاجتماعي بعد 3 شهور من فترة السماح بدأ يخصم المرتب بالكامل. وأنا في ظهر خير يا فندم يعني من قبل العيد دخل العيد علي يعني عاوز أقول لحضرتك دخل العيد بجحافله ضربت أشبحت الفيزا ضربة مطهرة فر المرتب هاربا. ومحدش بيسمع يا فندم وحقوق المعاقين ضايعة بالطريقة دي. حاجة يعني حاجة ما بصراحة احنا يا فندم عاوزين يا ريت المعوض دهوت يقبلوا حاجه معينه يتحرك بيها بدل ما يلف ويجري يمين وشمال وبتاع. يبقى اجراء واحد بس يريحه من الاجراءات المطوره دي. المهم انا مشكلتي دلوقتي بنك نصر اللي خصم مرتبي بالكامل ده.
وما زال الخصم ساري يا استاذ بسيوني؟ ايوه، هو في شهر 7 اللي فات ده جيت رحت نقبض مرتب شهر 7 لقيت مخصمين المرتب بالكامل. والمفروض يستمر سداد الاقساط لحد امتى؟ ما هو احنا في استاذ رئيس الجمهوريه والاستاذ رئيس الوزراء قالوا فتره سماح 6 اشهر. تمام، هنجاوبك دلوقتي يا استاذ بسيوني، شكرا لاتصالك. عايزين بقى يعني لو حضرتك لامس المشكله بتاع الاستاذ بسيوني في بنك طيب هو بنك هو ناصر. طبعا واضح ان هو حصل على قرض طبعا، وطبعا نظر لظروف جائحه كورونا فالدوله ادت ان هي هتبتدي تاجل عمليه الاقساط المستحقه لست شهور من تاريخ 25/3 تقريبا لهذا. طبعا انا بنك ناصر الاجتماعي كل بنك طبعا فيه ليه لوائح ماليه خاصه بيه في الخصومات، وهو بيبقى هو بيعمل القرض حضرتك بيبقى في بعض الاوراق بيمضي عليها وبيبقى معلم عنده ان هو هيسدد على فتره كذا. فالنواحي اللي فيها ناحيه قرض مع بنك بيبقى في التزام بين الطرفين ان هو ولكن يا فندم يعني دايما حتى ما بيسمحوا بقيمه القرض بيشوفوا ان يديله الحد الاقصى اللي يتناسب مع نسبه سداد لا تزيد عن ربع المرتب. هو الواضح ان واضح حضرتك كده ان في دخل اقساط على بعضها، ما يعني هو المفروض ان هو مثلا بيسدد بنسبه مثلا 25% من المرتب. فالواضح ان هو في مشكله هو في سداد الاقساط نفسها، يعني البنك ما بيرجعش يخصم القيمه كلها بالكامل الا ما بيكون دخل قسط على قسط، فبيضطر يعني خد اكتر من قرض بالظبط كده. فبالتالي لا، هو القرض ذات نفسه ممكن يكون هو في المراحل التسديد الاقساط رحل قسط على قسط، فالبنك طبعا هو هي دي سياسه واحده في كل البنوك. وطبعا استاذ بسيوني كان بيقول ان في فتره سماح 6 شهور، يعني ف معنى ما اعرفش بقى 6 شهور بدأوا يعني تسعة. هو ما ابتدى ما يعني الست شهور ما يسددش فالبنك يعني حسب لا أو معلش هو لسه لحد وقتنا هذا ما صدرش من البنك المركزي المصري اليه سداد الاقساط المرحله طبقا لجائحه كورونا لحد وقتنا هذا على كل البنوك. فانا ما اعرفش بالظبط خلفيه الموضوع، مش مرتبطه النهارده بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه او الاعاقه ان انا اقدر اوفر له موضوع القروض والكلام ده، مش نص في القانون. هو دي عمليه تعاقد ما بين شخص وما بين بنك، بغض النظر بقى بنك ناصر او اي بنك تاني. فالنهارده عمليه فتره السماح اللي اتخذت من الدوله ديت اعتقد انها في شهر 9 اللي جاي اللي هي فتره انتهاء الفتره بتاعت السماح هتنزل من البنك المركزي اليات للبنوك ازاي هتحصل الاقساط المتراكمه على الناس، هل هيبقى عليها نسبه فوائد، هل هيبقى عليها رسوم اداريه. الامر لسه ما واضحش بالنسبه لنا، فدي انا ما اقدرش ان انا حضرتك افيد فيها اقول له ان في خطا حصل من الدوله او حصل من البنك بالنسبه لجزئيه الفلوس دي. ما عنديش يعني على اي حال من الاحوال نقدر نقول ان قانون رقم 10 لسنه 2018 جاء بكثير من المكتسبات للاشخاص ذوي الاعاقه، ولاول مره منذ عقود عديده تحصل من 43 سنه يشعر الاشخاص ذوي الاعاقه بأنهم بيحصلوا على حقوقهم. وبغض النظر عن بعض السلبيات الموجودة خلال الفترة الانتقالية، ولكن في زي ما حضرتك ذكرت في مكتسبات الكارت كارت الخدمات المتكاملة خدمات يعني الحقيقة تعتبر حلم، وبتوفر كثير من الخدمات حتى لبعض الفئات اللي كانت يعني بتعتبر مهمشة شوية. وصلنا لنهاية حلقتنا يا باشمهندس حسام، وكانت يعني حلقة شيقة وجميلة. بنشكر حضرتك وإن شاء الله يعني على وعد بلقاء قريب في حلقة قريبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بأمر يا فندم بإذن الله. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، بنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.